بسم الله الرحمن الرحيم. الاي في سي ثرومبوسز، الاي في سي ثرومبوسز منه اكيوت ومنه كرونيك. الكرونيك زي ما هنشوف في الحالات بيحصل فايبروسيس في الاي في سي، هيكون اتينويتد في اليومن بتاعه، رفيع خالص، وهتتكون كولاترالز حوالين الاي في سي وكولاترالز تانية مختلفة بحيث توصل للسوبرفينا كيفا. مهم ان احنا في الاكيوت، الاكيوت مش بيحصل ناروينج لليومن، لا ده اليومن احيانا بيبقى وايدند بالثرومبس وتبانك فيلنج ديفكت. بس مهم التايمنج بتاعنا ان احنا نبص عليها في الفينوس فيز مش في الاكيوت فيز اللي بيكون فيه تيربولنس في الكونتراست مع البلد العادي. الاكيوت ثرومبس لازم تو ديفرنشيت بين البيناين ثرومبس اللي هي ثرومبس العاديه عبارة عن كلوتد بلاد، أو هي تيومر ثرومبس سواء كانت بانفلتريشن بتيومر مثلا زي الرينال سيل كارسينوما، أو في كومبريشن فروم أوتسايد، أو تيومر طالع من الأي في سي زي اللايوميوما. ده مهم. السوبرفيشال فيمورال فينز اتنويتد، يعني اليومين بتاع السوبرفيشال فيمورال في يدوب ستريكس كده في الكونتراست، يعني في ريكانالايزيشن، يعني ده كرونيك دي في تي. بعد كده هنطلع هو مالي حياة بسيطة خالص، وبعد كده فاتح مع كولاترالز الانفيريور بيجاستريك فينز اللي هي هتطلع مع الانتيريور ابدومينال وول على الناحيتين. هو درين في الانفيريور بيجاستريك، هيكمل الاكسترنال حياة اتنويتد خالص اللي هو ده الاكسترنال الياك، يدوب هيجي مع الانترنال الياك برضو اتنويتد، هما الاثنين هيطلعوا، يعني ده الليفت كومون الياك فين فيري اتنويتد، بس هو هيعتمد على اللامبر فين، يعني ده اللامبر فين بس. وبعد كده هنا الاي في سي مش مالي، يعني مالي حاجة بسيطة خالص، ده الاي في سي في كرونيك ثرومبوسيس فبالتالي هو فايبروتيك بالشكل ده. بعد كده الفيزلز دي هتروح فين؟ هنا اللامبر مالي، اللمبر في الاخر هيدينا الهيمي ازايجوس على الناحية دي، تمام، والناحية التانية هيدينا الازايجوس، والازايجوس والهيمي ازايجوس والدرين في السوبيريور فينا كيفا. في دي يعني ايه، باي باص الانفيريور فينا كيفا للسوبيريور فينا كيفا. الثري دي ايمج مبين ان الديب فينز مش مالية، ولكن في كولاترالز كده كتير خالص، تمام. الفين ده السوبرفيشيال فين، الجريت سافينس فين، تمام. هنا برضو الكولاترالز، ودي الوصلة بتاعت الكانيولا الدبل، الوصلة الثنائية اللي هي واصلة لحد البامب عشان تحقن الصبغة، extensive collaterals. بعد كده هنا superficial collateral اللي هو left inferior epigastric، وعلى الناحية التانية يعني الانفيريور epigastric ماشي، ولكن في اللامبر، تمام. وهنا باين برضو، واللامبر هيفتح في الازايجوس، والناحية التانية الهيمي ازايجوس مالي عشان الاتنين والدرين في السوبيريور فينا كيفا. ده عيان تاني، هنا الاي في سي هيبتدي يبقى اتنويتد، اليوم الكاليبر بتاعه صغير، تمام. وهنا عند الليفل بتاع الرينال فينز يعني هو المفروض بيبقى اكبر من كده، هنا مفيش اي في سي خالص مش مالي. وبعد كده ظهر معانا الازايجوس، وعلى الناحية التانية الهيمي ازايجوس، الازايجوس واخد من اللامبر فينز اهم، هيفضوا في الازايجوس، والهيمي ازايجوس هيعدي في الليفل ده ورا الاورطة عشان يفتح في الازايجوس، والازايجوس بعد كده بيكمل تدرين في السوبيريور فينا كيفا، تمام. هنا التو الياك، تو كومن الياك فين، مفيش كومبريشن هنا عند البايفوركيشن زي حالة الميترنر، لا ده يعني مرتاح شوية للليفت كومن الياك، تمام. هنا طبعا دول اللامبر فينز اللي هم هيكملوا مع الازايجوس عشان يعتبروا يعني كولاترال للاي في سي الاوبستراكتد، لكن واضح ان في فيلنج ديفكت داخل الناحية الشمال ليفت كومن الياك، انديكيت ان في دي في تي او بارشل يعني دي في تي، وذلك هنا في سبير الخطوط دي. ممكن تكون نتيجة ان الفحص ما اتعملش بشكل مظبوط، حصل ميكتشر بين البلاد والكونتراست ميديا، بس الصح ان احنا نعمل الستيفينوجرافي
ان احنا نحقن الصبغة مرة على مرتين بحيث نملى الفين بالكامل. هنا السوبرفيشال فين المفروض لو احنا عندنا التورنيكيت مش هيملوا بالشكل ده، يعني وارد ان العيان ده مستخدمش تورنيكيت اثناء التصوير. هنا اللور لمب الفينز كويسين، الكاليبر بتاع السوبرفيشال فيمورال فين كويس، والديب فيمورال فين برضو كويس. بعد كده البوبليتيال والليج فينز، الانقسامات في الليج بيكون عندنا ايه تو فينز بيمشوا مع الارتري، يعني مثلا ده البوستيريور تيبيال ارتري بيبقى معاه تو فينز فينا كوميتانت.